السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: القضية الفلسطينية، تجارة مربحة لإيران وذيولها. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المدنيين في قطاع غزة لليوم 20 على التوالي، وذلك ردا على العملية العسكرية التي شنتها كتائب القسام والتي أطلقت عليها اسم طوفان الأقصى. هذه العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية كشفت وفضحت الكثير من الوجوه وأسقطت الأقنعة عن الكثيرين من أدعياء نصرة القضية الفلسطينية، وبخاصة أصحاب التهديد والوعيد وفي مقدمتهم إيران وذيولها في المنطقة العربية من ميليشيات تحمل أسلحة متنوعة ولديها دعم لا محدود على كافة الصعد. هذه الأسلحة التي لم تبصر النور إلا لقتل المدنيين والعزل وتهجيرهم، فلم يستخدم سلاح هذه الميليشيات على رأسهم إيران لمقاومة طغاة العالم، بل كان لدعم الطغاة وإسنادهم كما يحدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان. ورغم الدعوة المباشرة التي وجهها قائد كتائب عز الدين القسام بالتسجيل الصوتي من أجل انخراط هذه الفصائل في المعارك ضد الصهاينة، إلا أن إيران وعصاباتها أغلقت أذنها عن هذا النداء، وتحول زعماء هذه الميليشيات الذين يرهبون العالم تحولوا إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يحجبون ويستنكرون. مشاهدينا الكرام، انتظروا مشاركاتكم للإجابة على التساؤلات التي نطرحها في حلقتنا لهذا الأسبوع، لكن بداية دعونا نذهب لنتابع الانفوغرافيك الآتي يكشف بعض الحقائق بشأن التصريحات وبشأن هذه المسرحية التي أبطالها زعماء هذه الميليشيات، زعماء المحور الإيراني اللي يسمون نفسهم فصائل المقاومة في العراق. دعونا نتابع هذا النموذج المتمثل بميليشيات الحشد الشعبي التي يصنفها كثير من العراقيين بأنها إرهابية ولا تختلف عن داعش بشيء. لنشاهد. إذا بدأت أكثر الأمريكا علنا في هذا المعركة، كل الأهداف الأمريكية نعتبرها حلال نستهدفها ولا نتردد من استهدافها. موجة من السخرية تجتاح منصات التواصل الاجتماعي للتهديدات الجوفاء التي تطلقها إيران وميليشياتها في العراق، والتي تلوح بضرب مصالح واشنطن في المنطقة إذا ما تدخلت في الحرب، وكأن أمريكا لم تشارك في دعم الكيان الصهيوني منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى. كيف لمحور المقاولة كما يسميه العراقيون أن يكون عدواً للاحتلال الصهيوني، وهو الذي أمعن بقتل وتشريد سكان المناطق المنكوبة في العراق وتغييب الآلاف منهم قسراً؟ بل كيف له أن يكون عدواً لإسرائيل وقد أمعن بقتل أكثر من 500 من فلسطيني العراق في بغداد وحدها، لا سيما منطقة البلديات إبان الفتنة الطائفية عام 2006، وتهجير أكثر من 26 ألف فلسطيني إلى الحدود مع الأردن وسوريا، ومن ثم دفعهم للهجرة في أصقاع الأرض عقب تجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم في تغريبة لا تقل خطورة عن التغريبة الأولى. تاريخ من الأكاذيب والجرائم سطرته إيران وأذرعها في المنطقة، ففي الوقت الذي تنادي فيه بنصرة القدس تمعن بمجازر ضد المدنيين في سوريا وتدمير مدنهم وتهجير أهلها وتغيير ديموغرافية هذه المناطق خدمة لأجندتها. وإذا طلب منا أن نحضر وأن نشارك في القتال فنحن حاضرون. ألاعيب لا تمل من تكرارها الميليشيات الولائية باستعراضها وسط شارع فلسطين في بغداد بدلا من المشاركة في القتال بفلسطين نفسها، ووضع شروط للمشاركة في الحرب ضد من اغتصب أرضها وقدسها الشريف. التاريخ لا يصنع باللعب ولا يصنع بالخطوات المحدودة الخجولة المترددة.
ألاعيب لطالما مارستها إيران منذ تولي مرشد ثورتها السابق الخميني للسلطة عام 1979، حينما أطلق العنان لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني للعبث بأمن المنطقة دون أن يجرؤ على رمي حجر واحد على أطراف مستوطنة لا تبعد سوى أمتار عن أذرعه في المنطقة، والاكتفاء بالبيانات والاستعراضات الفارغة قبل أن يسقط استمرار العدوان على غزة ورقة التوت الأخيرة بعد تجاهل إيران لدعوات المشاركة في الحرب في ظل توقعات للأمريكيين باندلاع حرب شوارع شرسة في غزة على غرار معركة الفلوجة. تابعتم واستمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير الذي يفند كل الشعارات وكل الوعود بتحرير الأقصى والقدس المحتل ودعم الفلسطينيين في غزة ودعم القضية الفلسطينية بشكل عام، كلها كانت شعارات تتاجر بها إيران ويتاجر بها ذيول إيران في المنطقة العربية، ونخص بالذكر ميليشيات الحشد الموجودة بالعراق. أرحب بالأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي معنا عبر سكايب، حياك الله أستاذ بهاء. أستاذ بهاء تسمعني؟ أنا ما أسمع صوتك. أسمعك تمام. تسمعني؟ أستاذ بهاء، إحنا اليوم اليوم 20 على التوالي طبعا لاستمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، كيف تابعت ردود الفعل تجاه هذه المجازر التي ارتكبت على يد هذا الاحتلال؟ نعم، في البداية تحياتي لحضرتك أستاذ محمد وإلى كل مشاهدين الكرام. في الحقيقة الحرب الدائرة الآن نسميها الحرب القذرة، لأنها حرب ضد المدنيين يمارس من خلالها الكيان الصهيوني قتل المدنيين والإيغال في قتل المدنيين العزل من خلال ماكينته العسكرية واستغلاله للماكينة الإعلامية الغربية في ترويج الأكاذيب لتبرير هذا القتل وهذا الإيغال في القتل تجاه المدنيين العزل. أيضا الحرب كشفت الكثير من الجهات التي كانت تدعي نصرة القضية الفلسطينية والميليشيات التي تأسست بالأساس من أجل القضية الفلسطينية كما يدعون، والتي يتم صرف عليها مليارات الدولارات سنويا سواء من ميزانية العراق أو ميزانية الحرس الثوري الإيراني، وكشفتهم على حقيقتهم بأنهم هدفهم الأساسي ليس القضية الفلسطينية وإنما هي مجرد شعارات يتخفون خلفها من أجل تنفيذ السياسة الإيرانية والممنهجة ضد الدول العربية وتدمير هذه الدول العربية بالتتابع دولة بعد دولة وإضعافها من أجل إجبارها على التطبيع مع الكيان الصهيوني أو احتلالها واستنزاف مواردها الرئيسية. طيب، يعني خرج القائد كتاب عز الدين القسام بتسجيل صوتي بث على كثير من المحطات من ضمنها محطات تابعة لميليشيا حزب الله في لبنان، كانت قناة الميادين، وقال بأنه أدعو فصائل المقاومة الموجودة في سوريا، العراق، لبنان، إيران، اليمن إلى الانخراط والاندماج معنا في مقاومة المحتل. يخرج بعدها قيس الخزعلي أحد زعماء الميليشيات فيما يعرف بالحشد ضمن العراق، يقول لو وجهت لنا الدعوة سندخل ونشارك. طيب، الرجل وجه الدعوة ودعاكم إلى المشاركة والانخراط في القتال، لماذا لا تبدون أو لا تبادرون بالمشاركة وأنتم تدعون بأنكم هدفكم من أو من أهدافكم السامية هي تحرير بيت المقدس، تحرير القدس الشريف، حماية الفلسطينيين في غزة، لماذا لم نراهم يشاركون في المعارك؟ نعم، ربما كان يقصد قيس الخزعلي بهذه العبارة الأوامر التي تأتي من طهران ومن قادتهم في الحرس الثوري الإيراني اللي هو المسؤول على الملف العراقي. نعم. الميليشيات العراقية إسماعيل قعاني. الحقيقة هذه الميليشيات هي تعلم جيدا كما يعلم كل العراقي بأنه هي وجدت أساسا من أجل السيطرة على العراق، لم توجد من أجل محاربة إلى جانب الفلسطينيين أو المحاربة ضد الكيان الصهيوني. الجميع يعلم أن هنالك تخادم واضح ما بين إيران وما بين الكيان الصهيوني وأمريكا للسيطرة على المنطقة وإضعافها بشكل تدريجي، وبدأت بتنفيذ هذه الخطة منذ نهاية حرب أكتوبر عام 1973. بدأتها بتهيئة الخميني من خلال إخراجه من العراق وتدريبه وإرساله إلى إيران بما يسمى
بالثورة الإسلامية وسيطرت على الحكم في تلك الفترة. ومنذ اليوم الأول بدأت الاتصالات ما بينه وما بين إدارة الرئيس رونالد ريغان أثناء الحفل الانتخابي. وهذه حقائق التاريخ. لا أتكلم كل أمريكا والموت لإسرائيل، يعني على من يريدون أن يمرروا هذه الشعارات؟ هذه الشعارات يتم الضحك بها على عقول الجهلة من الناس، على عقول السذج أو الذين يحاولون الكسب، يعني كسب الأموال مجرد يعني بأي طريق، حتى وإن كانت على حساب الوطن، على حساب قضايا الشعب وقضايا الأمة وقضايا الدينية. المهم أنه الراتب، هذا اللي ما يفكر به أغلب عناصر الميليشيات الآن اللي منتمين إلى فصائل الحشد الشعبي. وإيران طورتهم شيئا فشيئا حتى أصبحوا عقائديا ولاهم المطلق لإيران. في البداية كان انضمامهم بخصوص المادي، يعني الشيء المادي، لكن تطور الأمر من خلال التثقيف وغسل الأدمغة إلى أن أصبح الموضوع عقائدي. هذا الموضوع أصبحوا يدينون بالولاء الكامل لإيران، وبالتالي هم بإمكانهم تنفيذ كل المخططات الإيرانية مهما كانت بشاعتها. وجميعنا شاهد ماذا فعلوا في المناطق التي هجروا سكانها، شاهدنا ما فعلوا في المغيبين الذين تم اعتقالهم بحجة انتمائهم لداعش، وأطلق عليهم رئيس مجلس النواب بالمغدورين وهم عدم اعتراف حتى الآن من أي جهة باغتيالهم. طبعا لذلك سنتحدث بعد قليل أستاذ بهاء عن قضية مهمة تتعلق أيضا بالتهجير وبالقتل على الهوية وبدوافع الطائفية وغيرها، لا ترتبط فقط بالعراقيين، ترتبط أيضا بفلسطيني العراق الموجودين. سنتحدث بتفاصيل عن هذا الموضوع بعد قليل، لكن أرجو من حضرتك أنه تبقى معي نستمع لرأي السيد أبو وطن من لندن. تفضل يا أبو وطن، حياك الله. الله يحييك عيوني. أسمعك يا أبو وطن. عيوني تحية لك ولجميع المشاهدين حياك الله. أهلا وسهلا. نعم. المداخلة عفوا، بالنسبة لحلقة البرنامج الميليشيات وإيران ودورها في الحرب والعدوان على أهلنا في فلسطين، خلينا قبل أن نتكلم على الميليشيات، بس حتى نكون واضحين، هو ليس دورها في العدوان والحرب على فلسطين، هو المكاسب التي تحصدها هذه الميليشيات من شعارات الموت لإسرائيل وقادمون يا أقصى وطريق القدس يبدأ من مادروين، يعني هاي الشعارات. بالضبط. أنا وياك قبل أن نتكلم على الميليشيات لأن هي إنتاج إيراني، يعني لولا إيران ما نوجدت هاي الميليشيات أصلا. سواء الميليشيات الموجودة بالعراق أو في اليمن أو في لبنان. إيران لازم نعرف أن إيران هي دولة قومية ما لها علاقة لا بالدين ولا بمذهب ولا بهاي الأمور. هي مجرد عباءة تستخدمها حتى تستغفل الناس وتحقق مكاسبها بالمنطقة بالإقليم وحتى على مستوى العالم. فمسألة أن إيران دولة تهمها القضايا العربية أو قضية فلسطين، هذا أبدا على الإطلاق، بالعكس. والدليل على ذلك حماس مثلا، لما طلبوا من حماس أن يساندون الميليشيات في سوريا مع نظام بشار الأسد المجرم، ورفضت حماس، إيران عاقبت حماس بإنشاء سرايا صابرون، سرايا بين قوسين شيعية داخل غزة. وبعدين طبعا نعرف أن حماس أمسكوا بهم وزجوهم بالسجون. فإيران ما لها علاقة، إيران مسألة أنها تدافع عن حماس وتدافع عن القضايا الإسلامية والقضايا العربية، هذا لا يمكن، بالعكس. إيران عدوة. أما الميليشيات ناس تجار بالأصل هم عملاء، اجوا للعراق، لزموا سلطة، اشتغلوا بالتجارة، بوق، سرقة، قتل، نهب، وبنفس الوقت ما لهم علاقة، لا لهم علاقة بفلسطين ولا لهم علاقة بالقضايا العربية، كل ما هنالك هي تجارة قاعد يتاجرون وقاعد يستغفلون الناس البسطاء. شكرا جزيلا، وصلت الفكرة سيد أبو وطن. أستاذ بهاء، أبو وطن طرح نقطة ربما يغفل عنها كثيرون. هناك من يروج بأن إيران تدعم محور المقاومة أو فصائل المقاومة، سميها ما شئت،
كما أو هي تسميها طبعا دعما لا مشروط، ويقولون أيضا أو يروجون لفكرة بأن إيران تدعم حماس دعما لا مشروطا وتقدم لها الدعم بلا قيود وبلا مقابل. لكن مثل ما تفضل سيد أبو وطن، هذا الكلام يبدو غير صحيح، وفنده الزعيم السابق لحركة حماس خالد مشعل في تصريح سابق قال بأنه عندما طلب منا من الحركة من القسم السياسي في حركة حماس إبداء تأييد لنظام بشار في بداية الثورة السورية وامتنعت حركة حماس عن هذا الشيء، إيران عاقبتنا بقطع الدعم المادي، بل تشير مصادر بأنه إيران قامت بدعم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في سبيل إثارة البلبلة مع القسم السياسي. يعني إيران لا تدفع شيء بلا مقابل، تدفع لتأخذ. يعني من يصدق بأنه إيران تدعم بلا مقابل؟ يوجد دعم من دون مقابل. إيران لديها سياسة واضحة داخل المنطقة. الدعم اللي تقدمه إيران للميليشيات أكيد يكون مشروط وحسب خطط موضوعة من أجل الحصول على كل المكاسب التي تطمح لها في المنطقة. يعني حضرتك ذكرت موضوع حماس وإشكاليتها مع نظام بشار الأسد وموضوع دعمه، لكن هنالك مواقف أخرى تخلت إيران عن دعم ميليشياتها، مثل ما حصل في اليمن. في اليمن في بداية الحرب اللي حصلت في اليمن بداية الانقلاب، أعلنت إيران أنه هي ستساند الحوثيين من أجل الانتصار في هذه المعركة، ومن الشعارات اللي بدأت تطلقها كثير، وبعدها بدأت تحاول أن توصل الصواريخ الفارسية اللي بإمكانها أن تقصف من خلالها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لكنها أيضا بعد أن شرعت بالملف النووي الإيراني بدأت بإيقاف الدعم شيئا فشيئا، لأنه كان واحد من شروط إيقاف التوقيع الاتفاق في زمن أوباما كان موضوع اليمن. وبالتالي هذه السياسة المتبعة اللي تتبعها إيران في المنطقة المفروض أنه على جميع الدول الحذر منها. الآن مثلا إيران تحاول خلق بلبلة من أجل توجيه ضربات من خلال ميليشياتها ليس للكيان الصهيوني وإنما للدول العربية. الآن بدأت الأصوات تعلو مرة أخرى من جديد في البحرين، من شيعة البحرين، بضرورة قلب الحكم مرة أخرى في البحرين وتحويلها إلى دولة شيعية. أيضا هنالك تحركات الآن في الكويت، وهذا الأمر خطير جدا، هو نفس الأمر اللي استخدمته إيران مع العراق الذي بدأت بالتشبث بموضوع مظلومية الحسين عليه السلام، وبدأت باستقطاب الشيعة من أجل مظلومية الحسين، وبعدها بدأت يعني تتغير سياستها شيئا فشيئا إلى التسليح ومن ثم إلى تنفيذ الأجندات من خلال فصل الشعب العراقي حسب مذاهبه من خلال الحرب الطائفية اللي حصلت. والجميع يعلم أنهم كانوا من أوائل الناس الذين شردوا الفلسطينيين من العراق في شارع حيفا وفي البلد حتى قبل 2007. قبل 2007 يمكن حصلت في البلديات، لكن منذ 2003 كثير من الفلسطينيين كانوا يمتلكون شقق سكنية في شارع حيفا، وأساسا تم تسمية الشارع هذا نسبة إلى الفلسطينيين اللي موجودين به، يعني كان من أكثر السكان من الفلسطينيين في شارع حيفا. وتم تهجيرهم منذ عام 2003 والاستيلاء على شققهم السكنية طبعا، ثم نزحوا إلى مدينة الفلسطينيين في العراق. بما أن حضرتك فتحت هذا الموضوع، هم منعوا من الحصول على إقامات ووضع قانوني في العراق، هم بلا أوراق في العراق، هم يعانون من حتى قطعوا عنهم البطاقة التموينية ومفرداتها وعادوا بصيغة بها شروط وبها أيضا تلاعب، يدعون دعم القضية الفلسطينية. ومثل ما تفضلت حضرتك وهذه قضية معروفة، وكما عرض قبل قليل أكثر من 500 فلسطيني من فلسطيني العراق قتلوا في الحرب الطائفية على يد هذه الميليشيات، سرقت ممتلكاتهم، هجر كثير منهم، كان عددهم قبل 2003 40,000، اليوم صفى على 4,000 موجودين في مناطق حدودية في مخيمات دون أي مقومات إنسانية للعيشة. هل لو كانوا فعلا صادقين بحبهم للفلسطينيين وحبهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، ألم يكن أولى لهم وبهم أن يدعموا من هم في داخل العراق بين أيديهم؟ لا
نعم، هذا يمكن يذكرنا أو يذكرنا بحادثة تاريخية معروفة عام 1980 عندما قام أحد أعضاء أو القياديين في حزب الله عماد مرنية، عندما اختطف طائرة وتوجه بها إلى دمشق والجزائر. يومها كان هدف المعلن اللي موجود أنه إطلاق سراح الأسرى العرب في سجون الكيان الصهيوني، لكن تدخل رفسنجاني اللي كان في ذلك الوقت رئيس البرلمان الإيراني منع هذا الأمر وأطلق سراح الرهائن مقابل صفقة أسلحة عرفت فيما بعد بفضيحة إيران جيت، ولم يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بسبب ما التدخل الإيراني لمنع إطلاق سراحهم والحصول على أسلحة مقابل إطلاق سراح الرهائن. الجميع يعلم أن هذه الحادثة موجودة وموثقة تاريخيا بالصوت والصورة. إيران وصلت في سوريا، وصلت في تلك الفترة ولبنان لاتفاق مع نبيه بري للتدخل في هذا الموضوع، وحاولوا إطلاق سراح الفلسطينيين، وتم الأمر على إطلاق سراح 4000 أسير فلسطيني مقابل 9 اللي هم كانوا رهائن الطائرة. لكن ما حصل أنه تدخل رفسنجاني وأطلق سراح الرهائن من أجل 3000 صاروخ تاو وصواريخ هوك، وأيضا قطع غيار لطائرات البانتوم اللي عرفت فيما بعد بصفقة إيران جيت. هذه الحادثة تفسر لك أنه القضية الفلسطينية منذ ذلك الوقت، يعني من ما بعد وصول الخميني إلى السلطة، هي أمر ثانوي لا علاقة للإيرانيين بالقضية الفلسطينية. هناك أيضا حادثة أخرى، مثل الموضوع إطلاق سراح الرهائن الأمريكان اللي أخذوهم بالسفارة الأمريكية في طهران عام 80 أو بعد انطلاق الثورة، ما يعرف بالثورة الإسلامية. اتضح فيما بعد أنه رضا باسنديدة اللي هو ابن شقيق الخميني نفسه اجتمع مع فريق رونالد ريغان الانتخابي في إسبانيا، وطلب من عنده عدم إطلاق سراح الرهائن لكي لا يحسب هذا إنجاز ممكن أن يستفيد منه جيمي كارتر في الانتخابات الأمريكية. ربما يعني اتخاذه موجود كان. ربما تأكيد على كلام حضرتك أستاذ بهاء، هو فيديو سابق لأبو مهدي المهندس المصنف على قوائم الإرهاب الدولي، حنعرضه بعد شوية حتى حضرتك والمشاهدين الكرام يشوفوه. لما سئل حنحارب إسرائيل يقول لا، السعودية الرياض، تمام؟ قال لا، وأمريكا قال لا السعودية الرياض. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هذا المقطع السابق لتصريح لأبو مهدي المهندس الإرهاب الدولي أو المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، كيف بأنه لا يفضل مواجهة إسرائيل ويرفض مواجهة إسرائيل وأمريكا ويفضل مواجهة السعودية على ذلك. لنشاهد. من به وحید میگفتم، گفتم عمو مهدی خیلی خوبه شهید بشه، ولی چند سال بعد شهید بشه. چه چند سال بعد؟ چند سال؟ دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال؟ اصلا 5 سال. 5 سال؟ اسرائیل نبود شد. نه اسرائیل نازی نیست، ریاض. سعودی، سعودی، سعودی. آمریکا. الرياض، الإسرائيل لا، السعودية. أمريكا لا، السعودية. إذن كيف ستحاربون أو كيف تملكون فكرة مواجهة الكيان الصهيوني وكلا كلا إسرائيل والموت لأمريكا إذا كنتم أصلا ترفضون الدخول في مواجهة مع هذا الكيان وهذه الدولة؟ نسمع رأي سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة اللي دائما هي تنقل الحقيقة. حياك. بالنسبة لموضوع غزة، طالت صفقة تجارية واكو ناس تماثره يتاجرون بيها مع الاسف، هو اللي هو محور المقاومه اللي دائما صار لهم اكثر من 20 سنه صد عن رؤوسنا، كلا كلا امريكا، كلا كلا اسرائيل. طبعا اذرع ايران بالمنطقه بالشرق الاوسط، سواء مثلا الحوثي او الحشد الميليشيات او حزب الله او شبيحه بشار الاسد، كلهم دول يتغنون باسم المقاومه، لكن من اجى دور المقاومه الفعلي في نجده اهل غزه وغزه، وهاي المقاطع اللي جاي نشوفها اللي هي بالحقيقه تدمي القلوب، من تقطيع الاطفال ضموا راسهم بالرمل مثل النعام، ضموا رؤوسهم. نشوف احنا حزب الله جنوب لبنان اللي هو محايده مع اسرائيل،
اسرائيل. ما وقف هاي الاطلاقات يعني يريد يقنع الجمهور انه ضرب ايش كم صاروخ وكم قذيفه، لكن هي بالحقيقه هي مو حرب ولا فزع على اهل غزه ابدا. وحتى مقتدى الصدر بتصريحاته من يريد يودي مي الى غزه، وهو عنده ترسانه، وهو عنده ترسانه وعدد يحتل دوله. نعم، بتودي جمهورك بدل ما توديه للحدود العراقيه الاردنيه، وديه خليه يدخل من لبنان، وانتم لبنان جماعتكم كمطارات وغيرها، وادخل الى جنوب لبنان في سبيل الشرف. والحشد يستعرض القوه العسكريه في العراق، ويقول هادي العامري في تصريح سابق نمتلك قوه تضاهي القوة التي تمتلكها الحكومة في بغداد. نعم نعم، كل وين هذا لمن على من سيستخدم هذا السلاح؟ سيتصور هذول تستخدم على أبرياء السنة فقط. يعني حتى المفروض يردون على المصالح والقواعد الأمريكية بالداخل، كل ردهم على أسوار القواعد وعلى محيط السفارة وخلاص. لكن خسائر اكو خسائر بدون خسائر. طيب. كل الصواريخ اللي ضربوها والطائرات المسيره بدون اي خسائر الامريكان اللي هم محتلين البلد. اكتفي وياك بهذا القدر سيد صباح، شكرا جزيلا لك للمشاركه. نسمع راي السيد ابو علي من بغداد، تفضل يا ابو علي. ابو علي من بغداد فقدنا الاتصال يا ابو علي. استاذ بهاء، يعني حديث وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان عن المشاركه والانخراط في القتال مع الكيان الصهيوني امر مستبعد بالنسبه لايران. يقول لا، ايران لا تريد توسيع الصراع في المنطقه بالرغم من مواصلتها دعم فلسطين. هم قالوا سابقا ان تدخلت امريكا سندخل في المعارك. وطيب، الولايات المتحده ارسلت بارجه ودعم لا محدود، وقالت للاحتلال الإسرائيلي مخازن الأسلحة التي فيها العتاد الأمريكي والصواريخ الأمريكية مفتوحة لكم وبالمجان، خذوا ما شئتم. يعني ألا يعد هذا تدخل؟ يعني ما الذي تحتاجه إيران وميليشيات الحشد بالعراق وغيرها لكي تفهم بأنه هناك دعم دولي وتدخل دولي في سبيل قضاء على الفلسطينيين في غزة؟ هي امريكا منذ اليوم الاول، حتى ما قبل تصريح وزير الخارجيه الايراني، اعلنوا انهم سيشاركون في هذه الحرب وانهم سيدعمون الكيان الصهيوني، ورصد الكونغرس 14 مليار دولار وحركت حاملات طائرات للمنطقه، حاملتين طائرات للمنطقه بغض النظر، بالاضافه الى القوات ايضا اللي موجوده في منطقه الخليج العربي. الان اصبحت القوات اللي موجوده هي الاولى منذ عام 2003. نعم. يعني عديد القوات اصبح هو الاول منذ عام 2003. لم تكن هنالك موجوده قوات بهذا الحجم للدخول في المعارك. ايضا ارسلت فرقه دلتا هذه المتخصصه بعمليات الاغتيال وعمليات تحرير الرهائن، ويعني اعلنتها صراحه. لكن كل هذا يثبت للجميع بانه ايران منذ اليوم الاول قالها مبعوثها لدى الامم المتحده، قالها بصراحه لن نشارك في الحرب. لم يضع شروط. شيوخ المجاهدين اللي عندنا بالعراق استاذ بهاء، اللي كل واحد ما شاء الله الشعار اللي قبل اسمه يعني اطول من الرتل اللي يمشي وراء الشيخ المجاهد المقاوم، يعني على منو قاوم؟ لمن جاهد؟ ايش وقت جاهد؟ لا هو لا يوجد جهاد حقيقي، هذه كلها مجرد ضحك على الذقون. الذقون اتباعهم لا اكثر ولا اقل. لا يوجد جهاد حقيقي. والان الدليل انه القواعد الامريكيه موجوده في العراق، هنالك فيكتوريا في مطار بغداد، هنالك حرير في مطار اربيل، هنالك قاعده عين الاسد، وتحتوي على قوات امريكيه زادت قبل شهرين. عندما نشرت قوات الولايات المتحده نشرت قوات على الحدود ما بين العراق وسوريا، زيدت عديد القوات الى 5000 جندي. كل هذا معناه انه هي فعلا مشاركه في الحرب. لكن الحجج الان اللي يستخدموها، في البدايه قالوا اذا تدخلت امريكا، تدخلت امريكا، ثم قالوا اذا طلب منا ذلك، طلب منهم ذلك، ثم قالوا اذا اتسعت رقعه المعركه. الان هنالك حديث عن عدم استهداف القواعد الامريكيه داخل العراق، وانما استهدافهم خارج العراق. الهدف من هذا التوجه هو انه يتم قصف الدول العربيه من خلال ميليشيات ايران. يعني سؤال يعني استاذ بهاء، الدول العربية والإسلامية لا تلام ولا يعاب عليها لأنه مواقفها سلبية دائما ومعروفة تجاه القضية الفلسطينية، تمام؟ لكن هذه الميليشيات كالحشد وغيرها والحوثيين وغيرها وحزب الله،
هذه المفروض لا تأتمر بأمر الحكومات التي تعيش في كنف هذه الدول، وبالتالي هي حرة، هي حرة بالاختيار وحرة بالتصرف. هي التي تنتقد وهي التي توجه لها التساؤلات، أين أنت وأين هذه الشعارات؟ لأن الدول ومواقفها تعرف حضرتك الدبلوماسية والمصالح تغلب المواقف وغيرها من هذه الأمور، لكن أنتم الذين تسمون أنفسكم أحرار وبلا قيود وماكو دولة فوقاكم وأنتوا فوق القانون، ليش ما شاركتوا؟ لا يمكن لهم المشاركة لأنه لا توجد لديهم أوامر، هنالك الأوامر بتدمير الدول العربية فقط، هذا هو الهدف الذي تأسسوا من أجله، تدمير الدول العربية. ليش الآن بدأوا يصرحون بأنه إحنا راح نوجه ضربات إلى القواعد الأمريكية في السعودية والقواعد الأمريكية في الإمارات والقواعد الأمريكية في البحرين، لكنهم تجنبوا ذكر قطر؟ يعني هذه واحدة من الأمور، لأنه قطر حليفة لحماس. هذا الأمر معناه بأنه هذه الأذرع موجودة أساسا لخلق الدول العربية، هذه الأذرع موجودة من أجل إجبار العرب على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا يؤكد حقيقة أنه هنالك يعني تخادم ما بين هذه الأطراف اللي هي أمريكا وإسرائيل وإيران. أضيف لك موضوع آخر، عدم قصفهم للقواعد الأمريكية بطريقة يعني توحي بأنهم فعلا داخلين حرب، لأنه اللي يسووه هذا الآن هو ضحك على الدقون، أنه تطلق مسيرة، يعني أحيانا كان يصير خلافات ما بين الأحزاب يتم إطلاق مسيرة مسيرتين، فكيف الآن والشعب الفلسطيني من 20 يوم يقصف بقنابل فاقت وزن ما ضربت به هيروشيما في عام 45 في الحرب العالمية الثانية. الآن هم يقول لك والله مو إحنا ما نريد نضرب القوات الأمريكية، لأن القوات الأمريكية إذا ضربناها يعني أوجعناها ضربة وأوقعنا خسائر بها ممكن أن يردون علينا ويضربونا، وإذا ضربونا هذا معناه أنه إحنا حشد، هو جهة أمنية تابعة رسمية للدولة العراقية، وبالتالي يعتبر اعتداء على الجيش العراقي بصورة عامة، وهذا يتطلب موقف من الحكومة العراقية. هنا أنا من وصلنا إلى موقف للحكومة العراقية معناها دخلنا بالسياسة، تركنا الجوانب القتالية ودخلنا بالسياسة. سياسيا السفيرة الأمريكية يوم أن صرحت بأن السوداني شريك أساسي في المنطقة، فكيف أنه أنت شريك أساسي في المنطقة وممكن أن تقف ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ بل هو أوعز أيضا بملاحقة من استهدفوا القواعد الأمريكية، أوعز بالتالي شوف حتى لا توجد جرأة. الفصائل الآن اللي تعرف أو تتبنى عمليات القصف هي ليست الفصائل نفسها اللي موجودة بالإطار التنسيقي، يعني لا العصائب أعلنت أنها استهدفت ولا حزب الله أعلن أنه استهدف. الطرف الثالث أستاذ بهاء، لا تسميات جديدة، ميليشيات اسمها جديدة غير معروفة، أنصار الحق مدري منو، هاي الميليشيات ما معروف. أنتم المقاومة اللي هي الرئيسية أستاذ العزيز أستاذ محمد، المقاومة أعلنت أكثر من مرة، أولا أعلنت أنها تنطلق صواريخ ممكن أن تصل إلى تل أبيب في 7 دقائق، يعني صواريخ فرص صوتية ممكن أن تصل إلى تل أبيب في 7 دقائق. مخازن السلاح والصواريخ الفلسطينية اللي موجودة في جرف الصخر كفيلة بتدمير تل أبيب. تمام. يلا. فين هم ذا استخدموه؟ هاي لا، هذه معدة ومضمومة لتدمير الدول العربية. تمام. لن يطلق منها صاروخ واحد تجاه إسرائيل. طيب خلينا نشوف شغلة. خلينا نشوف شغلة ترد على على حيدر البرزنتشي وجماعته اللي متصدرين بتويتر أو بمنصة إكس، يروجون لقادة الشجعان، قادة المقاومة، ذول اللي هم الأشاوس تبع الحشد. وضع صورة لأبو آلاء الولائي وهو واقف على الحدود اللبنانية الفلسطينية ينظر ويراقب ويتمعن. خلونا نشوف الإعلام المقرب من ميليشيا حزب الله اللبناني ناصر قنديل الذي نفى وجود أي تدخل أو وجود أي مقاتلين جاءوا من العراق أو من اليمن إلى لبنان في سبيل المشاركة بالمعارك. هذا إعلامي مقرب من حزب الله اللبناني. خلينا نشوف شو يقول على جماعة الحشد اللي موجودين بالعراق، اللي أذرعهم الإعلامية صدعت رؤوس العالم بالبطولات الوهمية. خلونا نشوف. أحمل مسؤولية أن أنفي نفيا قاطعا صحة كل هذا الكلام. هذا خيالات رآها أحد في منامه، اللي إجوا من اليمنيين والعراقيين على لبنان بعتقد 7 أشخاص 3 بـ4 طلعوا على الجنوب
أكلوا مشاوي عند النابلسي بجنوب، طلعوا من مسؤولين بالحزب على شو عم بصير على الجبهة، وهذا يمكن مرقوا عمليتها ورجعوا بالرجعة على النابلسي بصيدة، أكلوا مشاوي وعلى المطار. أستاذ بهاء، الجماعة الحشد قضوها مشاوي بلبنان. طبعا هو هذا المتوقع من عندهم، يعني هذا الأسلوب الآن هم يتبعون الأسلوب، يعني حيدر البرزنجي وباقي الأبواق الميليشياوية الآن كل شخص يحاججهم، يا ليش ما تروحون؟ يقول لك ما تروح أنت تقاتل. طيب أنا اللي عندي سلاح ودا هو صار لي سنين، لو أنتوا غير أنتوا اللي تمتلكون السلاح، أنت تطلب من المواطن البسيط اللي عبر عن رأيه بتويتر أن يروح يقاتل هو والسلاح كله يمكم؟ 2 مليار دولار تصرف عليكم الحكومة سنويا من ميزانية الدولة العراقية، 2 مليار دولار هذه تسلح جيش يكفي الكويت والبحرين وقطر والإمارات والأردن، كل هاي ما يصرفون عليها 2 مليار، أنتوا اللي يصرفون عليكم 2 مليار، كل هاي الأموال والأسلحة، ولما يحين وقت المنازلة تطلب من مدون على تويتر أو على الفيسبوك أن يروح يقاتل هو، وحتى ذلك هم لا يمتلكون الجرأة حتى على المقاتلة أو مقاتلة أحد. يعني أبسط دليل عندما ذهبوا إلى الحدود، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى حدود الأردن إلى منفذ طريبي، لم يذهبوا عن طريق سوريا، مع العلم المنافذ كلها مفتوحة أمامهم. وكم كانوا مقطع بعد المستوطنات على الحدود مع سوريا والجولان المحتل؟ خطوات أستاذ العزيز، أنا كتبت تغريدة قبل يمكن يعني بداية الأزمة، قلت اللي يريد يروح لفلسطين يحجز طيارة من بغداد، من مطار بغداد إلى مطار دمشق، من مطار دمشق المسافة إلى الجولان المحتلة 160 كيلومتر، يعني بالسيارة حوالي 80 دقيقة، يعني ساعة و20 دقيقة ممكن أن يوصل هناك، وهناك يقدر يقاتل. يعني ليش هو يستعرض بطولاته مثل أبو عزرائيل وغير أبو عزرائيل، هاي التسميات اللي ما أعرف من جد، هذا يستعرض بطولاته يقعد يضرب قاذفة بجبال حمرين ويقول والله أنا واقف على حدود شمال شو يسموها هاي حزب الله، المستوطنة اللي على حدود حزب الله شمال جنين مدري شو اسمها. مهم، فهاي المنطقة يقول لك والله قاتل هناك، هو قاعد نرجيلة بصفه، ماكو واحد يقاتل بهالطريقة. يعني أنت تريد تضحك على السدج أوكي، أما تضحك على الشعب العراقي فأنت لا، أنت ولا غيرك ممكن يضحك على الشعب العراقي. أنتم مكشوفين من أول نقطة بأنه المكاسب التي تحققها هذه الميليشيات وإيران في المقدمة، هناك تخصيصات تزداد لهذه الميليشيات في العراق، تخصيصات مالية من البرلمان، تخصيصات تقدر بأكثر من 1.5 مليار تسمى الميزانية السرية أو هذه المخصصات السرية للحشد. يعني الآن قد تخرج تبرعات، الله أعلم إلى أين ستذهب حقيقة هذه الأموال وهذه التبرعات إن خرجت تحت شعار دعم القضية الفلسطينية وغزة. مكاسب كثيرة تحققها إيران من هذه القضية ومن هذه المتاجرة، وكذلك ميليشياتها في العراق، لكن إلى متى سيستمر هذا الضحك على ذقون الناس، على عقول الناس؟ طالما ما زالت الإدارة الأمريكية تحمي العملية السياسية والنظام المحاصص اللي موجود في العراق وتحمي وجود هذه الميليشيات، فبالتأكيد الوضع ممكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. إما أن تتغير الإدارة الأمريكية أو تغير الإدارة الأمريكية من سياستها تجاه العراق وتحاول فعلا القضاء على هذه الميليشيات بعد انتهاء دورها، يعني هو دورها محدود، دورها الميليشيات الجميع أصبح يعلم هذه الميليشيات هي موجودة لتدمير الدول العربية والضغط عليها من أجل التطبيع. الآن إذا طبعت كل الدول، هو أعتقد 3 دول اللي بقت بشبه الجزيرة العربية أو 4 بقت، الكويت والسعودية والعراق، 3 دول، وهذه الدول بانتهاء التطبيع وياها ينتهي دور الميليشيات الإيرانية، وهنا ممكن أنه العراق يصير دولة مسالمة حيادية ما يدخل بأي أمور، لا يمتلك لا صناعة ولا زراعة ولا مقومات دولة حقيقية، مقابل أنه تبقى إيران مسيطرة على الموارد الأساسية في العراق من أجل أن تعلو أكثر في المنطقة. يعني أنت تشوف اليوم كانت أكو حركة من وفد من حماس خرج إلى روسيا، وهناك التقى به مسؤولين إيرانيين. نتيجة هذا اللقاء الآن ممكن أن يؤدي
إلى قتل ما تبقى من الشعب الفلسطيني، لأنه إيران تحاول الآن أن تدخل في صفقة مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن، ومن أجل فقط إدخال مساعدات، ليس إيقاف الحرب، فقط إدخال مساعدات. يعني تطلق سراح الرهائن أسمح لك تدخل أكل وشرب طيب. بس، لكن ما له علاقة بالقضية الفلسطينية، وهذا معناه راح يزيد من الضغط على الفلسطينيين في الداخل. يعني إيران ما عندها مصلحة سوى تدمير المنطقة العربية، سواء فلسطين أو العراق أو سوريا، لبنان، السعودية، الأردن، الإمارات، أي دولة، أي دولة. وعندها أساليب معروفة، عندها بالبداية تبدأ بالتدخل طائفيا من خلال شق صفوف الناس داخل هذه الدولة، وخلق فجوة ما بين يعني عناصر المجتمع في داخل هذه الدولة، ومن ثم تبدأ بالسيطرة على عقولهم، ويتطور الموضوع إلى تسليح وصواريخ كما حصل في البحرين، لولا أن السلطات في البحرين طيب. تمكنت من استعادة الزمام بالأمور. أرجع لحضرتك بعد لحظات أستاذ بهاء، خلينا نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ محمد. أستاذ محمد، المفروض أنتم هذا البرنامج المفروض تحدث الدول العربية مثل مصر، مثل غير مصر، يطردون السفير الإسرائيلي مو أحسن، وصار كل ساعة يحكون على الحشد وعلى إيران وعلى إيه كذا. يعني أستاذ ما عندنا شغل أحمد، هاي القوانين مال إيران ما تخلص، مو إيران منو أكثر، منو أكثر منهم أبو علي، منو أكثر منهم رفع شعار كلا كلا أمريكا الموت لإسرائيل وقادمون يا أقصى؟ رفعتها الحكومة المصرية، لو رفعوها الجماعة عندك ببغداد الحشد أو ربعة إيه مساحة حزمها، وينهم لحد العروبة؟ عوفك من العروبة، لأن هاي كل هذا كلام، كل كلام إنشائي. احكي لي الواقع، منو اللي عنده سلاح؟ ميليشيات الحشد. ليش مشاركت بالقتال؟ هذا إعلامي مقرب من حزب الله بلبنان يقول لك اجوا 3-4 من العراق، اكلوا مشاوي وراحوا. على منو دي يضحكون؟ كل شهر كله صحيح هذا الحديث، هذا يوميه. اليوم استشهدوا 5 من حزب الله، قبل ما ادري قد استشهدوا. يعني هاي، يعني هاي كلها مو بعينكم يا استاذ محمد، مو الله ما يخليه فوق راس. ابو علي، ابو علي، ابو علي، احنا سالنا سؤال واضح وصريح، عوفنا من لبنان وعوفنا من اليمن، لانه كل هذا الكلام، حتى حزب الله بلبنان هو دا يسوي ايضا محاوله لحفظ ماء وجهه وكرامته من الضغوطات اللي دا يتعرض لها، فشويه صواريخ توقع بمناطق نائيه هاي يعني قصه قديمه. لكن احكي لي على جماعه الحشد اللي موجودين، اسمعني اسمعني اسمعني، احكي لي على جماعه الحشد اللي موجودين بالعراق، اللي اكرم الكعبي اللي مذبح السوريين بسوريا حفاظا على المقدسات لم يتجرأ على الذهاب الى الكيان الصهيوني، هو بعد كيلومترات، قال لك لا نسوي استعراضات بالسيارات في شارع فلسطين ببغداد. على اي يعني، على يمن يضحكون؟ منين يطبون استاذ محمد؟ منين يطبون؟ منين يطبون؟ اكو دوله خلت تسمح لهم يطبون؟ يعني نظام الاسد، نظام الاسد ما عاجبك انه هو داعم لهذه الميليشيات وهم يقول كلا كلا اسرائيل؟ مظاهرات وقمحهم بالاردن هذا يمكم، قمحهم بالغازات. يعني باختصار انت تقول، انت تقول الجماعه مو قدها مو؟ يا جماعه، جماعه الحشد وربعه حبيبي ماكو بلان، ما لهم مجال اصلا، منين يطب يدخلون؟ تمام. شكرا جزيلا ابو علي، شكرا جزيلا ابو علي. يا استاذ بهاء، الحشد ما عنده، ماكو مجال انه يدخل على اسرائيل، وكانه هاي سوريا اللي صارت، اللي صارت مثل المنخل ما يقدر يستغلها ويدخل بها. تفضل. لا لا، هو عنده صواريخ، عنده صواريخ يطلق من اليمن الى مكه المكرمه. صحيح. عنده صواريخ يطلق من باديه السماوه الى ارامكو. نعم. عنده صواريخ يطلق من باديه السماوه الى الامارات. نعم. او من اليمن الى الامارات، هاي اللي تقطع الاف الكيلومترات. حتى تضرب اهداف في دول عربيه، ما عنده صواريخ الان ممكن ان يطلقها من العراق الى تل ابيب. نعم. هذا كلام غير منطقي. انت الان تريد تشارك بالمعركه، يعني تحمل مسؤوليه كلامك، صير قد كلمتك. انت صار لك 20 سنه تدعي المقاومه وتدعي نصره الشعب الفلسطيني وتدعي انك واقف مع الشعب الفلسطيني، وانت مسلح نفسك حتى تنتظر المواجهه اللي راح تخليكم تحررون القدس. طيب هاي المواجهه اللي كانت منتظرة، ليش ما يروحون يحررون القدس الآن؟ يدعون إنه ما عندهم طريق. طيب أنت ما عندك طريق، لكن عندك صواريخ ممكن أن توصل. طيب أكو طريق مفتوح من القائم اللي صار لكم أشهر عديدة أمريكا تقصفوا بهاي ال 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 القوافل مال الأسلحة اللي دا تدخل من العراق إلى سوريا من أجل
تقوية النظام السوري. الآن هاي القوافل وهي نفسها الآن موجودة في سوريا، يعني أنت تقدر توصل جنودك إلى سوريا. ما بيها من اللي يمنع بسوريا؟ من اللي يمنع؟ عندك إيران موجودة، بشار الأسد موجودين. أي هم موجودين. شوف كل فصيل من الفصائل المسلحة الآن اللي موجودة بالعراق أكو قسم من عندهم موجود بسوريا. يعني شلون يقاتل بشار الأسد صار له 11 سنة؟ بشار الأسد يقدر على العالم. يعني بس سؤال أخير، سؤال أخير أستاذ، سؤال أخير. ذبحوا العراقيين تحت شعار حماية المقدسات، وعندنا أكثر من 1,000,000 عراقي اليوم مهجر ونازح من بيته بسبب حماية المقدسات. يرفعون شعار القدسية ويرفعون شعار حماية المقدسات في كل مكان، في سوريا، باليمن، بلبنان. طيب أكو أقدس من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أنه يروحون يحرروه؟ لو يريدون يحمون مزار التراكتور ومزار ما أدري منه، ذني هاي الأسماء الخرافية اللي طلعت بعد الاحتلال. لا لا هم ما يهمهم. شوفوا قلت لك هو موضوع انه قضية فلسطينية هي ما تهمهم بالدرجة الأساس. هم عندهم سياسة معينة تفرضها عليهم إيران اللي هي شكلتهم واللي هي تمولهم وده تصرف عليهم. الهدف الأساسي لإنشائهم المعلم القدس، لكن الهدف الحقيقي لإنشائهم هو تدمير الدول العربية بسكانها بمواردها بإمكانياتها من أجل أن تصير إيران هي الأعلى في المنطقة. الآن بعض الكلام صدر منذ بداية العملية طوفان الأقصى أنه إيران هي التي أوعزت لحماس من أجل إيقاف عملية التطبيع ما بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية. طيب إيران نفت أنه هي لها علاقة. طيب الآن إذا كان هذا الأمر صحيح وأنه عملية الأقصى أصلاً جاءت من أجل إيقاف التطبيع، كيف تضرب من الدول العربية الآن أن تنصر حماس؟ كيف؟ يعني إذا أنتم تتهمون الدول العربية بتطبيعها مع الكيان الصهيوني بأنهم ضد القضية الفلسطينية، الموضوع ليس بهذه الطريقة. يعني حتى الهند واحدة من الدول اللي دعمت إسرائيل. باختصار أستاذ بهاء، لأن الوقت شارف على الانتهاء. نعم نعم، إحنا لو نتكلم عنهم ممكن ما يكفينا 12 ساعة أو 14 ساعة ما يكفينا، لكن بالمختصر المفيد هذه الميليشيات، ليست لديهم أي أجندة أو أي موقف من أجل القضية الفلسطينية. المطلوب منهم الآن هو إبقاء السيطرة على العراق، إبقاء العراق ضعيف، إبقاء العراق خارج دائرة الصراع اللي موجود من أجل أن يبقى تحت السيطرة الإيرانية، وفي نفس الوقت يبقى حنفية الدولار تبقى الضخ إلى داخل إيران من أجل استمرار بقاء النظام الإيراني. أشكرك أستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكاي في هذه الحلقة. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.